حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله. خير عليكم ان شاء الله يا رب تكونوا بخير كده وبصحه وسعاده. عايزه ادردش معاكم بعيد بقى عن الكورونا عشان الموضوع ده بقى خلاص بقى متعب وتعب اعصابنا بما فيه الكفايه. تمام، دلوقتي احنا ان شاء الله داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويعود علينا جميعا الشهر الكريم بالخير. الستات الحلوه اللي بتنظف قبل رمضان، ابدأي نظفي بس ايه، واحده واحده على نفسك، يعني مش لازم تهدي حيلك في الشقه كلها يوم واحد، يعني في الاخر صحتك دي لما هتروح مش هتلاقيها. فاللي تقدري تعمليه دلوقتي وانتي بصحتك، يعني حافظي على صحتك علشان تقدري تعملي تخدمي نفسك لاخر يوم في عمرك. ربنا يبارك في عمرك يا رب، بس فعلا الصحه لو راحت مش ما حدش هيخدمك ولا حد هينفعك. تمام، احنا عندنا البيت نمسك فيه كل يوم اوضه، كل يوم ننظف اوضه، نظفناها النهارده تعبنا نرتاح، ما فيهاش اي حاجه خالص، الدنيا مش هتطير ولا هيتعلق لنا المشنقه عشان نظافه البيت وغسيل السجاد وغسيل الستاير وغسيل الحيطان. يعني انا عندي يعني ارحم من غسيل الحيطان ده، تجيبي لك جرد البوية وتديها وش وتريحي نفسك، لكن تهدي حيلك في غسيل الحيطان فالموضوع صعب جدا. تمام، المهم ايه الفكره، ان انتوا ما تهدوش حيلكوا في البيت مره واحده واحده واحده، محدش مستنينا ولا حد بيجري ورانا ولا مستعجلين، مفيهاش اي حاجه، ودينا يعني اتسلوا في البيت على مهلكم، حافظوا على صحتكم. احنا كل ما هنكبر كل ما الصحه بتقل، هتبص تلاقي وجع ظهرك بدا يبان، ما انتيش قادره تتحركي ركبك، فليه؟ يبقى خلينا نحافظ على نفسنا من الاول، وربنا يبارك في عمرنا كلنا وفي صحتنا. تاني حاجة، الناس اللي هي بتنظف بقى في رمضان وبتضيع اسبوع ولا 10 ايام في تنظيف رمضان غير عمايل الكحك والبسكوت وكل ده، يا جماعة هو شهر واحد في السنة، ليه نضيعه؟ ليه نضيع فيه لحظة واحدة في ان احنا ننظف ونعمل؟ هو ربنا مش مطالبنا بالكلام ده في رمضان. يبقى لو سمحتوا انتوا نظفتوا اصلا قبل رمضان التنظيفة اللي انتوا بتنظفوها، مش مستاهلة ابدا ان انا اجي في رمضان اضيع وقتي من صلاة بقى لعبادة لاذكار، ان انا اكون مع ربنا ان انا اضيع الوقت في تنظيف او في عمايل كحك. عندك الايام اللي انت ما بتصليش فيها اعملي اللي انت عايزة تعمليه. تمام، بس بالله عليكم حافظوا على رمضان، هو شهر بنطلب فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وبنتمنى ان ربنا يتقبل. فربنا عشان يتقبل احنا لازم نخلص العباده في رمضان. الناس بقى يعني بتبقى مستنيه رمضان ده تقولك هنضف عشان العيد، طب وبعدين؟ طب ما ننضف بعد العيد، ايه المشكله؟ وبعدين هو التنظيفه الجامده اللي انتوا بتنظفوها دي انا مش فاهمه ليه، يعني طالما ايدك في البيت على طول ايه لازمته التنظيفه اللي بتشيلي فيها الدنيا من اولها لاخرها؟ الواحده لو ايدها في البيت على طول مش هتحتاج اللي هي بتعمله ده، لازم اللي هي تقول ايه، اصلي بنظف تنظيفه العيد. طب ليه؟ طب ليه اضيع على نفسي الثواب واضيع على نفسي القعده مع ربنا والذكر والصلاه، وخصوصا الايام العشر الاخرانيين دول بيبقوا اللي هم التهجد بتوع ليله القدر، ليه تضيعوهم في عمايل كحك ونظافه وحاجات ملهاش معنى؟ يا ريت بالله عليكم تحافظوا على روحانيات رمضان، وتحافظوا على ان انتوا فعلا تعيشوا رمضان زي ربنا ما هو عايز. المطبخ اللي بتضيعوا فيه وقتكم طول النهار من الاكل وكده، ادخلي المطبخ بعد صلاة العصر اعملي اكلك، مش لازم تعملي وليمة، اي اكل في رمضان مش هياخد معاكي ساعتين، يا دوب تعلقي على اكلك عشان تتفرغي بعد العشاء، بعد الفطار تتفرغي بقى ان انت تقعدي من المغرب للعشاء تعملي اذكارك، وبعد كده تعملي تصلي العشاء والتراويح يعني الشهر ده محتاج فعلا مجهود، نحاول نيجي على نفسنا علشان خاطر ربنا،
لكن ما نجيش على نفسنا عشان خاطر ننظف بيت، علشان خاطر نقف في المطبخ طول النهار نعمل اكل. لازم تتفهمي الولاد في البيت ان ده شهر عبادة، لازم تساعدوا بعض وتشجعوا بعض ان انتوا تلتزموا وتتقربوا من ربنا. لازم يبقى البيت فيه جو روحانيات رمضان، لكن اللي بيحصل في بيوتنا ده لا. مسلسلات بقى رمضان والتلفزيون والبرامج اللي ملهاش اي معنى ولا اي 30 لازمة. انا بقالي سنين على فكرة يعني مقطع التلفزيون في رمضان خالص، الا اذا شفت برنامج لمصطفى حسني او اي برنامج ديني، وغالبا بشوفه على اليوتيوب، يعني ما بقعدش للتلفزيون. بس فعلا اكتشفت ان الموضوع ده كان بياكل وقت كتير جدا لما كنت بتابع مسلسلات وبرامج وكده، الحمد لله الذي عافاني يعني. ففعلا وقت كتير بيضيع في الارض ما بتستفيديش منه بحاجة، بل بالعكس انت بتشيلي في ذنوبنا ان انت بتتفرجي على مسلسل فيه ممثلة مش لابسة، فيه منظر خارج، فيه كلمة خارجة، فيه حاجات ما تنفعش مع الصيام، ما تنفعش مع رمضان، هي ما تنفعش في حياتنا اساسا. تمام؟ فلازم كده نبدأ نفوق، وخصوصا بعد البلاء اللي احنا فيه ده، نعيد حساباتنا كده والدنيا تتغير وتفكيرنا يتغير. عايزين نبدأ إن شاء الله كده رمضان ده يبقى رمضان مختلف عن رمضانات اللي فاتت، إن شاء الله يبقى للأفضل. انو كده نية خير قبل دخول رمضان، إن انتوا إن شاء الله بإذن الله هتلتزموا، والسلبيات اللي كنتوا بتعملوها في رمضان مش هتعملوها، استعينوا بالله وربنا هيعينكم. لو كنتوا بتعملوا حاجة مش مريحاكم في رمضان عايزين تغيروها، ادعوا ربنا وفعلا ربنا بيستجيب. تمام؟ حاجة تانية عايزة أقولها، الستات اللي بتجيب واحدة تساعدها في البيت، بالله عليكم خلي بالكم إن دي بني آدمة، يعني ارحموها. أنا مش جايباها بال150 ولا بال200 جنيه، أنا ما اشتريتهاش بيهم، دي ليها طاقة. أنا كست بيت ما أقدرش أعمل البيت كله في يوم واحد، ولو عملته بموت بعدها، وأكيد كلكم كده. فبالله عليكم اللي ما ترضهوش على نفسكم، ما ترضهوش على الست الغلبانة اللي هي إن هي طلعت من بيتها لولا الحوجة ما كانتش طلعت، لولا إن هي فعلا محتاجة للقرش ما كانتش طلعت وذلت نفسها لده ولده ولده. فاتقوا الله فيهم وعاملوهم إن هم فعلا من يعني منكم، ما تستكبروش عليهم. فهي اللي خرجها من بيتها الحوجة. تمام؟ ربنا ما يحوجنا جميعا يا رب ان شاء الله. ولو الست اللي تيجي تنضف لك يا ريت بلاش تسجليها على التليفون، مثلا سماح الشغاله، منى الشغاله، يعني لو سميها ام كذا، بلاش كلمه شغاله دي، لان هي ممكن تبقى طالعه من بيتها اساسا، يعني الناس في المنطقه مش عارفين هي بتشتغل ايه، يعني مثلا بتطلع بتشتغل في البيوت في السر عشان تجيب اكل لعيالها، تستر بيتها، فمحدش يعرف عنها حاجه. فما نجيش نسجل احنا على التليفون كده، فناس بيطلع لها على يبقوا ولادها في الجامعه مثلا او في مدرسه، يعني في وسط اصحابهم مش قايلين مامتهم بتشتغل ايه، فيجي الترو كولر يبين لما يتصلوا بالرقم مثلا، لو حد تبع ولادها بيتصل. هو الشغل مش عيب، بس احنا في مجتمع للاسف مش ظريف، يعني في ناس يعني ربنا يهديها يا رب، بس بتبص للموضوع ان هو ايه مش حلو يعني. فأتمنى كده ان الناس دي فعلا تتقوا ربنا فيها، لما تيجي وتطلعينها في الشغل ما تقعديش تفصلي معاها في الفلوس، لان حرام يعني. لان انا بشوف بصراحة ناس بتخسف بالارض بالفلوس بتاعت الست اللي جاية تنظف. اول ما تيجي الست فتقول لها ايه بتاخدي كام، هي بتكون عند ناس وبتاخد، بس بيكون عند الناس مثلا بالشهر او باليوم ايا كان، وهم بيدوها في ناس كرمة بتدي بزيادة، فبتيجي تبعتها لحد مثلا لما حد بيعوزها، فبتقول لها اديها كام، تقول لها ايه انتي قدري تعبها. فكلمة قدري تعبها دي للأسف في ناس ما بتقدرش تعب الست اللي بتنظف، فبيخسفوا بالفلوس الارض. فطبعا التانية بتاخدهم وبتمشي، بس من جواها طبعا ما تبقاش راضيه. يا جماعه حتى لو هتدوهم بزياده دول ناس محتاجه،
في امس الحاجه للجنيه يعني، فمش هنيجي عليهم على الخمسه والعشر جنيه ولا العشرين جنيه ونقف لهم يعني. خليكم كرمه مع الناس دي يعني، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. تمام، اتمنى كده ان شاء الله ان الحلقه دي كده تقعدوا تفكروا فيها، تسمعوها وتفكروا فيها، ويا رب يكون فيها ولو جمله واحده بس مفيده تنفع حد في حياته ويعمل بيها. ودعوه حلوه بقى كده في الايام المفترجه اللي احنا فيها، ربنا يفك الكرب عننا جميعا يا رب ويرفع البلاء. ادعوا لي كده دعوه حلوه في الايام المفترجه، واشوفكم على خير ورمضان كريم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.